بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. نواصل في المحاضرة 12 بالتاريخ 28/10 من مساق ضبط جودة الأغذية. وصلنا إلى واجبات واختصاصات الهيئة العامة للمواصفات القياسية المصرية، ونبهنا أنه هذا كتاب مصري لكن نفس المواصفات، نفس الأشغال والأعمال اللي بتشتغلها هذه المؤسسة هي تقريبا نفسها مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. فأنا لما بحكي عنها كأني بحكي عن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية. واجبات هذه الهيئة اختصرناها إلى واجبين رئيسيين. الأول إصدار المواصفات القياسية، بحيث أنه هذه الهيئة مسؤولة عن اعتماد وإصدار المواصفات القياسية في جميع مناحي الإنتاج، سواء كان إنتاج صناعي أو زراعي أو غذائي. غالبية هذه المواصفات تكون اختيارية أو استرشادية. في حاجة اسمها مواصفات إلزامية، إذا اختيارية أو استرشادية يسترشد فيها المنتج. في حاجة اسمها مواصفات إلزامية يتم إصدارها بقرار وزاري طبقا للمواصفات القياسية. غالبا المواصفات الإلزامية بتكون الدولة معنية أنه هذه المواصفات تلزم جميع المنتجين. هيئة المواصفات والمقاييس في مصر تضم عضويتها 1500 خبير، وفي عندها 95 لجنة، منهم 17 لجنة بتختص بالمجال الغذائي. زي ما قلت لكم، إذا هي المواصفات ليس فقط للأغذية. لاحظوا أنه في 95 لجنة منهم 17 تختص بالمجال الغذائي. هذا هي في لجنة للأسماك ومنتجاتها، يعني في خبراء من أساتذة الجامعات ومن أصحاب الشأن ومن غرفة تجارية. في كل محافظة غرفة تجارية، جزء منها بياخذوا، يعني بيجتمعوا هذول الخبراء، والإدارة المسؤولة عن اللجنة، يعني الإدارة الموجودة في هيئة المواصفات والمقاييس بتشكل لجان. هذه اللجان بحيث أنه كل واحد يختص في مجال عمله وفي مجال صناعته، بحيث أنه يعني يكون القرار صادر عن ذوي الخبرة والشأن. في لجان خاصة بالأسماك، لجنة خاصة بالأسماك ومنتجاتها، في لجنة خاصة بالألوان ومنتجاتها زي ما انتم شايفين، الزيوت والدهون، لجنة خاصة بالحبوب والبقول، لجنة خاصة بالخضار والفواكه، لجنة خاصة بالسكريات والحلويات، لجنة خاصة بالعلاف الحيوانية، ولجنة خاصة بالاشتراطات، وهكذا الزيوت والأغذية الخاصة والمواد المضافة واللحوم. أنا ذاكر منهم هنا 16 عشان يعني هما مكتوب 17، لكن أنا يعني مش مطلوب من ناحية الحفظ، مش مطلوب حفظ ولا واحدة فيهم، لكن بدي إياكم تعرفوا إنه هذه الهيئة بتوضع المواصفات والمقاييس، من بحط المواصفات لجان خاصة تتشكل من أساتذة الجامعات، من أصحاب الخبرة والشأن، من أصحاب المصانع، من أصحاب الغرف التجارية، مش أصحابهم، الغرف التجارية بتكون يعني زي نقابة للتجار في كل محافظة. ففي غرفة تجارية بتشكل منها، بياخدوا منها، نقول والله بتبعت هيئة المواصفات والمقاييس، بتبعت لهم بتقول لهم بدي ناس مختصة، بدنا نحط مواصفات للأسماك أو لجنة خاصة بالأسماك، بعتوا لهم لجنة، يعني مين بيفهم في الموضوع هذا، مين بيفهم في الألبان، وهكذا. أهم مهمات هذه اللجان دراسة مشروع المواصفة قبل ما تنحط المواصفة، يعني مش أنا بقول لهم هاي المواصفة وتعالوا قروها، لا، هم بيدرسوا مشروع المواصفة اللي أعدتها الهيئة سابقا، في لهم عليها ملاحظات بيتم الأخذ بعين الاعتبار. أيضا من مهامها إعداد الدراسات الخاصة بالمشاكل الفنية، لأنه في أثناء العمل بتطرأ مشاكل فنية، فكويس أنها تكون تم أخذها بعين الاعتبار. إعداد دراسات الخطة السنوية للمواصفات مع اعتبار تحديد المواصفة أولوية
أولى. والمهمة الرابعة إعداد الدراسات والبحوث اللازمة الخاصة بالصناعات الغذائية، على أن تقوم استراتيجية هذه اللجان على أساس المستهلك، على أساس مصلحة المستهلك. يدير الهيئة العامة للمواصفات مجلس إدارة. إحنا عندنا في فلسطين كانت تتبع لوزارة الصناعة، وبعدين صارت تتبع لوزارة الاقتصاد الوطني، فهي وزارية. فرئيس الهيئة بكون هو الوزير، يعني رئيس هيئة المواصفات والمقاييس بكون هو وزير الاقتصاد الوطني. قديش بتشمل الأعضاء وقديش كذا، هذا مش مهم. يعني حتى هنا هذا مش مهمة. أهم اللجان هذا مش مهمة، وهذه كمان مش مهمة. قديش في عدد خبراء مش مهم، بس أعرف مهماتها. المهمة الثانية، إذا إحنا قلنا هيئة المواصفات والمقاييس لها مهمتين رئيسيتين، الأولى وضع وإصدار المواصفات، المهمة الثانية جودة الإنتاج. يعني وظيفتها إنها تتحقق من جودة الإنتاج. فلذلك قامت بإنشاء مركز، حاجة اسمها ضبط جودة الإنتاج. هذا المركز بيضم عامل، بغض النظر بديش أعرف كم معمل مختبر يعني، مجهزة بكافة الأجهزة والمعدات واختبار المواد القياسية. الهدف من وجود هذه المعامل التأكد من مطابقة المنتجات للمواصفات الموضوعة. أيضا من مهامها القيام بعمل التفتيش وسحب العينات من المصانع. يعني خلينا أعلم على المهام. أي واحدة؟ أي تنتين؟ هم بياخذوا عينات من المصانع، للمصانع اللي بدها معنية بأنها تعمل مطابقة للجودة أو مطابقة للمواصفات. لكن هنا بيستحضرني يا بنات، بما إنه إحنا بنتكلم عن ضبط جودة، بيستحضرني في مشكلة عملية كانت تواجهنا لما كنا موظفين في الصحة. كان المصانع بيشتكيوا من إنه في أكثر من جهة بتاخذ عينات وتعمل تفتيش وبتسحب عينات من المصانع، وزارة الصحة، وزارة الاقتصاد الوطني، وهي كمان هيئة المواصفات والمقاييس. يعني بيجيوهم على المصنع 3 مؤسسات حكومية في الشهر. طبعا العينات بتتاخذ دورية، يعني مرة في الشهر. إن شاء الله بتتوظفوا وبتشوفوا حل للمشكلة هذه. تتبع الهيئة العامة، تتبع نظام الترخيص باستخدام علامة الجودة على السلع. هذا مش مهم، هذه بلاش منها. يعني الموضوع الجديد، ما هي البيانات الإيضاحية على بطاقة العبوة؟ احنا بنشوف عبوة المادة الغذائية عليها بطاقة بيان، اللي بسموها الليبل. هذه بطاقة البيان، لو حدا مش فاهمها من اللي بيستمع للمحاضرة، أرجو إنه ينبهني إلها في لما يشوفني، أو في المحاضرة على جوجل ميت لما نعمل محاضرة مباشر وجه لوجه، نبهوني لو حدا مش عارف إيش يعني بطاقة البيان. فكل منتج بيسعى لأنه يضع بطاقة بيان على العبوة تبعته، سواء كانت العبوة ورقية أو معدنية أو علبة، يعني أقصد، أو زجاجة، أو أي نوع من العبوات، يجب أن يكون عليها بطاقة بيان توضح ماذا يوجد في داخل هذه العبوة. الغرض من بطاقة البيان هو أن أعرف المستهلك باللي يعني الأشياء اللي لازم يعرفها. يعني بطاقة البيان مكتوب عليها اسم المادة الغذائية، اسم البائع، اسم أشف مش البائع، اسم المصنع اللي صنعها، أو اسم المستورد اللي استوردها. هناك بعض التعريف يجب أن نعرفها، خاصة في العبوات الأغذية. وبعدين بطاقة البيان، العبوة هي أي لفافة يغلف بها الغذاء بقصد بيعه. ممكن أعمل غذاء في البيت ما بديش أبيعه، الغذاء اللي في البيت مش شرط إني أحط عليه بطاقة بيان، ما بديش أبيعه.
لكن الغذاء اللي بده ينباع بده يحط عليه لفافة، أو يعني يلفه بإشي أو يعبيه بإشي كسلعة منفصلة، سواء كان ذلك بتغليفه كليا أو جزئيا. ممكن أغلفه كل المادة الغذائية مع بعض أو كل واحدة لحال. لو أقول مثلا علب معلبات، أو ممكن أغلف كل علبة، يعني كل علبة تعتبر عبوة، كل واحدة فيهم تعتبر عبوة. وممكن أحط كل 24 علبة في كرتونة واحدة، هذا بسموها مغلفة كليا. الغذاء تعريفه هو أي مادة سواء كانت مجهزة أو نصف مجهزة أو نيئة قصد الاستهلاك الآدمي، هذا بسميه غذاء، سواء كان مطبوخ أو ني أو نص مطبوخ. تشمل المشروبات، هذا برضو بعتبرها من ضمن الغذاء، اللبان اللادن يعني برضو بعتبره ضمن الغذاء، أو أي مادة أخرى قد تكون قد استخدمت في تصنيع الغذاء برضو بعتبرها داخلة في تعريف الغذاء. طبعا أنا ليش يعني بأهتم في هذا التعريف؟ يعني أنت بالذات كتكنولوجيا غذاء بدك تكوني عارفة هذا التعريف، لأنه ممكن أي مادة تدخل في صنع المادة الغذائية تكون تستخدم في تصنيع المادة الغذائية أو في تحضيرها أو في معاملتها بعتبرها داخلة ضمن الغذاء. يعني بدها فحص وبدها مراقبة. هنا في نهاية التعريف بيقول لي لا يشمل هذا التعريف مواد التجميل والتبغ الدخان يعني، أو المواد التي تستخدم كعقاقير الأدوية. إذن الأدوية تدخلش ضمن الغذاء، ولا مواد التجميل ولا الدخان. في تعريف المستهلك، هو الشخص الذي يشتري الغذاء أو يحصل عليه ليسد حاجته. إذن مش شرط يعني بيشتريه، ممكن واحد اشترى له إياه. المكون أي مادة أو يحصل عليه، يعني ممكن يكون المؤن. أي مادة تستخدم أو تدخل في تصنيع أو تجهيز المادة الغذائية بما في ذلك المواد المضافة، هذه بعتبرها مكون. البيانات التغذوية اللي بتكون محطوطة على الليبل هي البيانات التي تكتب على البطاقة عشان تعطيني الصورة واضحة عن القيمة الغذائية، بقول لي والله مثلا تحتوي على 100 ملي كذا، تحتوي على فيتامين بألف، تحتوي على فيتامين ب، هذه اسمها بيانات تغذوية. إذن هذه البيانات تشمل مكونات، طريقة الإعداد، وتجهيزها للاستهلاك أيضا. بطاقة البيان هي أي بطاقة أو علامة أو ماركة أو صورة. لاحظوا كل واحدة منهم هذول ممكن أشوفها، يعني ممكن تكون على العبوة ملزقة، زي مثلا باكيت القرشلة بكون في معها بطاقة، علامة على الغلاف أو على العبوة، أو ماركة ممكن تكون زي في بعض الأغذية عليها ماركة، أو صورة زي مثلا في المشروبات بيكون صورة برتقال أو صورة ليمون لما بيكون مشروب بطعم الليمون، أو بيانات وصفية أخرى تكتب أو تطبع أو تختم. ممكن يعني مثلا تاريخ الإنتاج مكتب كتابة على بطاقة البيان، أو ينطبع طباعة ويختم بختم، أو توضع ملتصقة ممكن تكون لزقة زي الطابعة اللي بنحطها على الدفاتر، أو تكون محفورة زي مثلا في معلبات الأغذية تنحفر. بعض المعلبات تاريخ الإنتاج بنكتب حفر أو تخريم مخرمة أو ترفق بها. شفتوا إذن بطاقة البيان؟ كل هذه أشكال من بطاقة البيان، كيف بكون شكلها؟ ما هو تعريف المادة المغلفة أو المعبأة؟ كلمة مغلفة أو موضوعة سلفا في عبوة زي مثلا باكيت البسكوت، تكون جاهزة للعرض على المستهلك أو لأغراض الاستهلاك المباشر. في مصر صدر قانون بوضع بطاقة البيان على عبوات الأغذية سنة 1966، لا مش هذا القانون اللي صدر، صدر قانون يلزم بوضع بطاقة البيان على العبوات. يلزم بوضع بطاقة البيان على العبوات. وهذا جزء من قانون سنة، اسمه رقم قانون رقم 10 سنة 1966،
وبعدين عدلوه في 1980. هذا كنا احنا نطبقه في قطاع غزة قبل ما تيجي السلطة. لما اجت السلطة صدر قانون حاجة اسمها الصحة العامة، ومن ضمنها في قانون الصحة العامة في الفصل 16 صدر قانون مراقبة الأغذية. هذا خلينا احنا نقول هنا قبل مجيء السلطة، سنة 1994 كان قطاع غزة يتعامل بالقانون المصري رقم 10 سنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية تنظيم تداولها. ثم صدر قانون الصحة العامة سنة 2000 أعتقد، ويشمل هذا القانون مراقبة الأغذية بالفصل 16 منه. يعني القانون فيه فصول كثيرة، في الفصل 16 شمل بيتكلم عن مراقبة الأغذية وحدد الشروط الواجبة لأوعية الأغذية ولفائفها، واشتمل أيضا على عدم احتوال الأغذية على مواد ضارة أو إضافات ضارة. أنا حطيت لكم تحت خط اللي بدنا إياه. أشار القانون إلى معاقبة كل من يمنع أو يزيل أو يطمس أو يشوه البطاقة، يعني ممكن تبع الدكان انتهت فترة الصلاحية، أو التاجر يلاقي إنه انتهت فترة الصلاحية فيروح يشطبها أو يمحيها أو يحورها يعني يزورها، يعني بدل ما تكون مكتوب تاريخ الانتهاء 2010 يعملها 2020 مثلاً. فهذا ممنوع في القانون. طب انا ليش باخذ هذا الكلام؟ عشان لما انا يا بنات بدي اتكلم عن ضبط جودة، هذا الكلام موجود في قانون، يعني في لو انعقدت محكمة، المحكمة دائما تبني قرارها هل يوجد قانون ولا لا. فالقانون هو اللي بيفصل ما بين الشاكي والمشتكى عليه. اهتم القانون أيضا حتى يكون المشتري قادر على الثقة فيما تمثله بطاقة البيان من حيث وزن العبوة ودرجة ملئها ودرجة جودتها، أنه بدون هذه النصوص المشتري لا يضمن أن يكون الغذاء مطابق لما هو مكتوب في بطاقة البيان. إن شاء الله تكون واضحة هذه، يعني هو بالنهاية حماية للمستهلك. في سنة 85 في مصر برضو هذا صدر قرار بإلزام المنشآت الصناعية بالمتجه لمواد غذائية، سواء كانت هذه المنشآت تنتج مواد غذائية معلبة أو مجمدة أو معبأة، المهم ألزمها بالبيانات الواجب وضعها على العبوة. فقط أنا بديش مش ضروري أعرف سنة القرار وكذا، بس أعرف إنه في قانون بيلزم هذه المنشآت بوضع بطاقة البيان. ومن ضمن المعلومات التي نصت المادة كذا من تطبيق كذا، تلزم المنشآت بأن تضع على عبواتها أو البطاقات الموضوعة عليها البيانات التالية: إيش بتحط في بطاقة البيان؟ إيش من كتب فيها؟ بطاقة البيان من كتب فيها البيانات التالية، هذه بدها حفظ: اسم المنتج، يعني مثلا أقول بسكوت، قائمة من المكونات الأساسية والمواد المضافة للمنتج، ده افترض أنا أنه المنتج بسكوت، اسم المنتج بسكوت، المكونات الأساسية اللي هو الطحين ومية وكربونات الصوديوم مش عارف إيش، المواد المضافة بكتبها، الوزن الصافي بكتبه على العبوة، أو عدد الوحدات لو كان مثلا 10 حبات في الباكيت بكتب عدد الوحدات، أو وزن بكتب مثلا 200 جرام، تاريخ الإنتاج والانتهاء بالشهر والسنة، اشتراطات التخزين، وأقول مكتوب مثلا يوضع في جو بارد أو في جو بعيدا عن الشمس، أي بيانات أخرى تنص عليها المواصفات. تكتب البيانات عادة باللغة العربية، يعني الأفضل إنها تكتب باللغة العربية بخط واضح غير قد
غير قابل للمحو. هنا ملاحظة وجبتها مرة في الامتحان، يجوز كتابتها بلغة أخرى، يجوز، بس الأساس يكتب العربي، إحنا عرب، مش روح يكتب العبري عشان يغش المنتج، يغش المستهلك، والمستهلك يفكروا إنه هذا منتج عبري. ماشي. استثني من هذا القرار الوحدات الصغيرة المغلفة لحلوى السكر، يعني مثلا الدروبس والحلويات، الحمضة حلو، هذه حبات صغيرة وزنها 10 جرام وأقل، فهذه ما يعني بنكتبش عليها، هذه البيانات ما بتنكتبش على على الغلاف هذا. ليش؟ لأنه أصلا حبات صغيرة بتنحط في باكيت كبير أو في علبة، فبكتب على الباكيت أو العلبة الكبيرة. ماشي يا بنات. القانون في المواصفات الفلسطينية بيقول إذا كانت الحبة أقل من 50 جرام فأقل، تستثنى من كتابة تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، وفقط وين بتنكتب؟ على العبوات الخارجية، يعني على الغلاف من الكرتونة الكبيرة، على غلاف الكرتونة الكبيرة أو الكيس الكبير. مثلا شوكولاتة جميلة، هذه اللي بنوزعها في العيد، الشوكولاتة بنكتبش على كل حبة، بنكتب على الغلاف الكبير، على الكيس لما يكون مثلا العبوة كيلو، على الكيس الكبير. نص القرار أيضا أن يكتب تاريخ الإنتاج على اللبن المبستر الذي لا تزيد فترة صلاحيته عن 24 ساعة. الحليب مثلا، هذا حليب الشرب، هذا فترة صلاحيته يوم واحد، فنص القرار أنه ينكتب باسم اليوم الأسبوعي كحد أدنى. نقول مثلا أنتج يوم الأحد، يكتب يوم إنتاج يوم الأحد، لأنه المستهلك عندهم هذا برا، إحنا مش موجود عندنا هذا المنتج. زمان كانت تنباع العبوات الحليب المعبأ بزجاج، إزاز يعني، معبأ في عبوات زجاجية، مدة صلاحيتها يوم، فالشرط إنه يكتبها باسم اليوم، أنتجها يوم الأحد، يبقى يكتب يوم الأحد، خلاص المستهلك بيعرف إنه صار يوم الاثنين انتهت صلاحيتها. بالنسبة للجبن الأبيض والجبن الجاف المعدل الاستهلاك، هذه خلاص بلاش، يعني هي نفس الفكرة، لأنه إذا كان حجمها أقل من 200 ملي تعفى من كتابة تاريخ الإنتاج، وإنما بينكتب على العبوة الحاوية لها، زي الكلام اللي قلناه هنا بالنسبة للشوكولاتات اللي أقل وزنها من 50 جرام. صدرت المواصفة اللي هي بطاقة بيان المنتجات الغذائية المعبأة، في عندنا إحنا مواصفة فلسطينية اسمها بطاقة بيان المنتجات الغذائية المعبأة رقم 59. بتقول حددت هذه المواصفة البيانات الإيضاحية المطلوب وضعها على كل بطاقة بيان. إيش بيكتب على بطاقة البيان؟ اسم المادة غذائيا، حطيت لها تحت الخط اسم المادة، قائمة المكونات، صافي المحتويات، هي 3، اسم وعنوان المنتج أو المعبئ أو المستورد، هي 4، اسم يعني بدي اسمه أنا، سواء كان منتج أو معبئ أو مستورد أو موزع، هي 4، والحاجة الخامسة بلد المنشأ، والبلد المنشأ في أي بلد أنتجت. إذا بلد المنشأ يعني المصدر الأصلي للمنتج. نصت المواصفة أيضا على جواز إضافة بيانات أخرى غير هذول الخمسة، خاصة ممكن يضيف مثلا بعض البيانات الخاصة بالقيمة الغذائية لأغذية الأطفال أو لأغذية ذات استخدام طبي. تحتوي جميع مواصفات المواد الغذائية على بند رئيسي عن البيانات الإيضاحية للعبوة، تنص كل المواصفات الدولية على إلزامية وضع بطاقة البيان. كل المواصفات بتقول إلزامي إنه يحط بطاقة بيان على العبوة. الكودكس اللي هي مكونة من الفاو والدبليو اتش او برضو ألزمت الجميع بوضع بطاقة البيان على العبوة، وألزمت فيه جميع الحكومات المنتسبة إلى هذه المنظمة.
يجب أن توضع البطاقة البيان على العبوة بشكل لا يسمح بفصلها. أنا بدي أحطها يعني ألزقها منيح ما تقعش وما تمنحيش الحبر، غير قابلة للإزالة، أن يكون من السهل على المستهلك. يعني تقريبا هذه شروط البطاقة. شروط يجب توفرها. في البطاقة، توضع البطاقة على بشكل لا يسمح بفصلها عن العبوة، غير قابل للإزالة، أن يكون المستهلك يسهل عليه قراءتها في الظروف المعتادة، يعني ما بتغلبش لما بيقرأها. يعني في هذا كان خلاص، بدي يعني أنا حكيته هذا قبل شوية. من ضمن الشروط البطاقة البيان أنه إذا كانت العبوة مغطاة بغلاف، فيجب أن يحمل هذا الغلاف المعلومات اللازمة مكتوبة بلون متميز، خط واضح سهل قراءته. يعني بلاش نتعبكم. في بطاقة البيان اشترط أن يظهر اسم الغذاء وصافي المحتويات في مكان بارز وفي نفس مجال الرؤية. اسم الغذاء بده يكون ظاهر، صافي المحتويات أيضا في مكان بارز، المستهلك سهل إنه يقرأه، ما يكونش في القاع ولا تحت في آخر إشي. بحروف ذات حجم مناسب يقدر المستهلك إنه يقرأها. أيضا يجوز استثناء وحدات العبوات الصغيرة التي لا تتجاوز مساحة سطحها 10 سم من البيانات الخاصة بقائمة المكونات، زي ما قلنا حبة الدروبس. وهي كمان لأن بدناش نضلنا نكررها. شرط مهم، لا يجوز أن توصف المادة المعبأة أو تعرض بالبطاقة بطاقة بيانات إيضاحية خادعة أو مضللة أو غير حقيقية. ليش؟ لأنه ممكن للأسف يعني موجود هذا في مجتمعنا أو في الدول العربية بشكل عام، يعني أنه ممكن يحط بيانات خادعة أو مضللة. نقول والله إنتاج مثلا، يكتب عليها بالعبري أو يكتب عليها بالتركي، وإحنا المستهلك يفكرها منتج أجنبي يعني. فهذا يعتبر خادع أو مضلل أو غير حقيقي. كيف يعني مضلل؟ يمكن يعني هو ما يكتبش إنه إنتاج، هو يكتب إنتاج غزة بس يكتبها مثلا بلغة ثانية وما يحطش فيها عربي، هذا تضليل. أو غير حقيقي، أو توحي بأن المادة غذائية أخرى تؤدي إلى انطباع خاطئ بشأن طبيعة تركيبها أو خصائصها. ممكن مثلا يحط عليها صور فواكه، منتج صناعي مثلا، مشروب صناعي ما لهوش أي مادة، فما لهوش أي فاكهة، يحط عليه صورة فاكهة، هذا يعتبر تضليل. طيب نيجي للبيانات الإيضاحية، نتكلم عنها بشكل مفصل. فيما يلي البيانات الإيضاحية التي توضع على العبوة، تشمل هذه البيانات اسم المادة المعبأة، قائمة المكونات، الوزن الصافي، اسم المنتج وعنوانه، اسم المنتج مش المنتج، بلد المنشأ قلنا يعني بلد الإنتاج، تعريف دفعة الإنتاج، مش مقصود في تعريف، المقصود في رقم دفعة الإنتاج، أسهل يعني، تاريخ الصلاحية وتعليمات الاستخدام، قيمة غذائية، درجة الجودة، علامات التلميذ اللي هناخدها بعد شوية، ووضع مصطلح حلال. طبعا في مش شرط كل هذه البيانات تكون موجودة، يعني أنا 5 نحفظ، لا تاريخ الصلاحية كمان من ضمنهم، نحفظ لعند 7، نحفظ لعند 7، حيبدأ واحد واحد معنا أصلا، هيك حنذكرهم الآن. كل هدول ال 11 حنتكلم عنهم. اسم المادة الغذائية اللي هو اسم الغذاء، يعني هذا بسكوت ولا عسل ولا مربى ولا باذنجان، بدي أقول إيش هو. هو الاسم الذي يوضح طبيعة الغذاء الحقيقية، يجب أن يكون محدد وليس مجرد اسم نوع. يعني مثلا فاش اكتب عسل لحالها، بدي اكتب عسل نحل. شفتوا ايش يعني محدد وليس مجرد اسم نوع. ويستخدم الاسم المنصوص عليه في التشريعات والمواصفات.
يعني ما يألفش أسماء من عنده زي ما هو الأسماء الموجودة في المواصفات. في حال عدم وجود أي من هذه الأسماء، طيب يعني مش موجود هذا الاسم، المنتج هذا جديد ومش موجود له اسم في المواصفات، إيش يعمل؟ بده يستخدم الاسم الشائع اللي بتعرفه الناس بحيث لا ينطوي على أي تضليل أو تشويش للمستهلك. إذن لحتى الآن نتكلم عن إيش؟ الاسم اللي يوضح طبيعة الغذاء الحقيقية. طيب المعلومة الثانية، قد يكون اسم الغذاء مشفوعاً بتعبير وصف فيه محدد. مشفوعاً يعني متبوعاً، نقول مثلاً حليب مبستر، حليب معقم، هيك يعني تعبير وصفي محدد، حليب معاد تكوينه. يمكن معاد تكوينه ما بتنطبقش على الحليب، خلينا نقول مثلا يعني مبستر معقم. في بعض الأحيان يكون الغذاء مقلد أو بديل، انتبهوا والله للنقطة هذه. بعض الأحيان يكون الغذاء مقلد أو بديل، هنا تنص المواصفة على ضرورة ذكر كلمة مقلد أو كلمة بديل قبل الاسم. يعني أقول بديل زبدة الكاكاو، بديل هل مثلا بديل الحليب، أو بديل شراب الفراولة، أو شراب الفراولة المقلد. هذا بده يكتبها، وكمان بنفس البونت، يعني ما ينفعش أكتب كلمة بديل بخط صغير زي كده عشان أضلل للمستهلك وما يشوفهاش، لا بدي أكتبها بالخط نفس الخط اللي مكتوبة فيه الكلمة بديل. يجوز استخدام اسم ماركة أو علامة تجارية بشرط أن يكون مصاحب لأحد الأسماء المنصوص عليها سابقا. ممكن بده يكتب مثلا علامة تجارية، في بعض المنتجات بيكون كاتب علامة تجارية. صحتين. يجوز استعمال اسم جذاب ما لم يكن مضلل. بده يستعمل اسم مثلا عالية الجودة، بده يقول مثلا عسل عالي الجودة، شراب الفاكهة الذي يحتوي جميع العناصر، لكن ما يكونش مضلل بشرط أن يكون مصحوب بتعبير وصفي مناسب. توضع على بطاقة البيان أي كلمات أو عبارات تكون لازمة لتلافي تضليل المستهلك فيما يتعلق في طبيعة الحالة. مثلا هنا ذاكر مثال في نوع المادة التعبئة وطريقة المعاملة اللي توجد عن الغذاء، مثلا يكتب حليب مجفف، حليب مركز، مكثف، معد تجهيزه، مدخن. طيب الشيء الثاني من بطاقة البيان اللي احنا قلنا رقم واحد اسم المادة الغذائية، ثانيا بده يتكلم الآن عن قائمة المكونات لبطاقة البيان، مكتوب فيها مكونات المادة الغذائية. مثلا أنا مادة غذائية بسكوت، فبدي أكتب المكونات. تنص المواصفات على ضرورة إدراج قائمة المكونات، يعني المستهلك يعرف من إيش مكونات هذه المادة الغذائية، وتستثنى من ذلك الأغذية التي تحتوي على عنصر واحد. يعني مثلا عسل النحل فيش فيها مكونات، فيش فيها مكونات، خلاص عسل النحل. تندرج بالقائمة جميع المكونات مرتبة، هذا مكتش المكونات، لما مثلا زي البسكوت زي المشروبات الغازية مكون من كذا إشي حطيت عليها. هناك بعض الأغذية والمكونات تسبب حساسية، لذلك ينبغي الإعلان عنها بالبطاقة. زي مثلا في بعض المنتجات تحتوي على الجلوتين، فالجلوتين بيسبب حساسية لبعض الناس، بده يكتب انه هذه الماده الغذائيه تحتوي على الجلوتين. بعض القشريات ومنتجاتها في ناس بتحسسوا منها، البيض بتحسسوا في بعض الناس، الاسماك في ناس عندهم حساسيه من الاسماك، في ناس عندهم حساسيه من الفول السوداني، في ناس حساسيه عندهم بمنتجات الالبان لانها بتحتوي على اللاكتوز، الجوز ومنتجاته وهكذا. أيضا تنص المواصفة يجوز استخدام أسماء عامة بخلاف ما سبق. هاي احنا بنتكلم عن ايش؟ عن قائمة المكونات. يجوز استخدام
اسماء عامه، زي مثلا الزيوت النباتيه، اقول اسم الماده الغذائيه زيوت نباتيه، او نشا، في نشا يعني اكثر من نوع، نشا الذره، نشا البطاطا، خلاص ممكن اكتب النشا. هذا هي اسماء عامه يجوز، لانه هذه اشياء مشهوره، او سمك او لحم دجاج او كذا، بحيث لا تتجاوز نسبتها 2%. تستخدم الأسماء التالية للمضافات الغذائية التي تحدد وظيفتها جنب إلى جنب مع الاسم المحدد أو التعريف الرقمي المعترف به. هذه مش مطلوبة منكم، هذه مواد مضافة. خلاص أنا يعني هذه كلمة هذا من عندي أنا يجوز، غير مطلوب. في حال مكسبات النكهة يجوز وصفها بأنها طبيعية أو مماثلة للطبيعية أو صناعية. مكسبات النكهة ممكن تكون طبيعية ممكن تكون صناعية، وهذا هناخدها إن شاء الله في المواد المضافة. طبعا هذه مطلوبة، مطلوبة هنا يسمح القانون بذكر اسم، يكتب مثلا زيت نباتي بدل من كتابة اسم الزيت، يقول مثلا بدل ما يكتب زيت الذرة خلاص ممكن لو كتب زيت نباتي بتسد. ثالثا الوزن الصافي، يجب أن يعلن عن صافي المحتويات بالنظام المتري، يعني بالكيلو، هاي النظام المتري، الكيلو و يعني نص كيلو ربع كيلو، هذا النظام المتري. لكن في النظام الثاني اللي هو البريطاني، اللي بدل الكيلو بيستخدموا الباوند، فإحنا النظام المتري تبعنا اللي هو الكيلو. يشمل الوزن الصافي والوقت التعبئة، يكون الإعلان عن الوزن الصافي وليس الوزن القائم. وقلنا قبل هيك في المقدمة في السنة اللي فاتت، قلنا إيش الفرق بين وزن صافي ووزن قائم ووزن المصفى. تنص المواصفة عن الإعلان عن الغذاء المذبح، خلاص هذا تقروه أنتو، اللي هو له علاقة بالوزن الصافي والمصفى. رابعا اسم وعنوان المنتج، ضروري انه ينكتب اسم المنتج وعنوانه، عشان لما بده يصير حاجة الجهة الرقابية تعرف مين صاحب هذه البضاعة وتروح له على مخزنه او على عنوانه علشان تاخد معه بعض الاجراءات. ايضا حتى لو المستهلك بده يوصل معلومه، رساله معينه للمنتج او للمستورد، انه يعني رساله تتعلق في ضبط الجوده، يعني يوصل له اياها. النقطه الخامسه او الشيء الخامس اللي مكتوب على بطاقه البيان، بنلاقي برضه بلد الانتاج. بلد الانتاج مش مهم، لو قلنا منشأ او بلد الانتاج، ليش مهم من كتب بلد الانتاج؟ ذكرنا ذلك عشان ما يغشش المستهلك وما يخدعهش. في معلومة تانية، قد يكون اغفال كتابة اسم بلد المنشأ يوحي بالاخداع، لان هناك اصناف ترتبط جودتها بمناطق انتاجها الاصلية. مثلا في الشاي السلاني اجود انواع الشاي، البن البرازيلي اجود انواع البن، فبكتب الاسم البلد على طول في جنبها. لكن هم ممكن يكتب شاي سيلاني وهو ما يكونش أنشئ في من سيلان، يعني ممكن جايبه من بلد تاني. القانون في المواصفة أنا حطيت لك تحتها خط علشان تعرفي، إذا كان الغذاء يمر بعملية تجهيز في بلد تاني، يعني مثلا هو شاي سيلاني وتعبى في مصر، في بلد تاني تغير من طبيعته، يكون بلد المنشأ الذي يعلن على العبوات هو البلد اللي أجريت فيه عملية التجهيز الأخيرة. مثال شاي سيلاني، يعني انزرع في سيلان سريلانكا وتعبى في مصر، فبنكتب على العبوة البلد اللي أجريت فيه عملية التجهيز الأخيرة، بنكتب مصر.
في حال إعادة تعبئة المادة الغذائية في عبوات للاستهلاك المباشر، يعني إجاهم في صناديق كبيرة وتعبى في عبوات صغيرة زي ما إحنا بنشتريها، عبوات ال 250 جرام، دون أن يغير في طبيعتها أو تكوينها، برضو يذكر اسم البلد الذي تمت فيه إعادة التعبئة، خلص بصير معبأ في مصر. ماشي؟ إذن البلد الثانية، يعني أقصد اللي إيش اللي صار عليه، اللي عمل عملية التجهيز الأخيرة هو اللي منكتب عليه إنتاج مصر. التشغيلة أو دفعة الإنتاج اللي إحنا بنسميها اللوت بالإنجليزي، رقم التشغيلة يوضع على العبوة الدال على المصنع ودفعة الإنتاج بحروف بارزة أو أي علامة أخرى ممكن لا يمكن محوها، يفيد كتابة هذا البيان أو كود التشغيلة في حالة حال بسموها تريس باك، يعني تتبع السلعة وين راحت. لو في حالة عدم مطابقة، المنتج كان غير مطابق للمواصفات، من خلال رقم التشغيلة بنعرف مين صاحبه وين وصل ووقتيش أنتج كمان. يعني أكتفي هذا القدر، وإن شاء الله بكمل في محاضرة تانية. يعني خلينا نقول وصلنا لرقم 7.